هذا بالضبط ما حدث ويحدث حقيقة في جنوب قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية الجوية وعمليات القصف المدفعي المتواصلة حتى هذه اللحظة تحديدا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح. الغارات الإسرائيلية على جنوب القطاع بدأت عند الساعة 1 من فجر هذا اليوم، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متزامنة على مدينتي خان يونس تحديدا المناطق الشرقية والغربية، والتي استهدفت بالأساس منازل أو خيام للنازحين لعائلة الفرة. الغارتين استهدفتا عائلة واحدة موجودة في منطقة المواصي في الشمال الغربي من مدينة خان يونس، وأيضا في منطقة الشيخ ناصر. الغارة الأولى التي استهدفت منطقة المواصي واستهدفت خيام للنازحين من عائلة الفرة نفذتها طائرات مروحية إسرائيلية، أدى ذلك القصف الإسرائيلي إلى وقوع عدد من الإصابات التي نقلت إلى مستشفى الكويتي، ومن ثم أيضا تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي. أما الغارة الثانية المتزامنة فاستهدفت منزل أيضا لعائلة الفرة لذات العائلة، ولكن هذه المرة الغارة نفذتها طائرة حربية إسرائيلية، أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى تدمير أجزاء واسع من هذا المنزل وسقوط 4 من الشهداء الذين استشهدوا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية، وإصابة ما لا يقل عن 15 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هم سيدتين وفتاة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام، وأيضا رجل في 60 من عمره، الرجل وزوجته وابنته وحفيدته هم الذين استشهدوا في هذه الغارة، أو زوجة ابنه عفوا الذين استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة التي ضربت منطقة حي الشيخ ناصر، وهو من الأحياء الذي يتعرض على الدوام إلى عمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. عائلة الفرة ومنذ مطلع هذا الشهر تحديدا استشهد العشرات من أفراد هذه العائلة بسبب عمليات التوغل والقصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة حي المنارة. المرة الأولى كانت في 1 أكتوبر، حيث وغلت الدبابات والآليات الإسرائيلية تحت غطاء كثيف من عمليات القصف الجوي والمدفعي، وأدى هذا القصف إلى استشهاد أكثر من 20 شخصا من عائلة الفرة. ثم قبل نحو 6 أيام توغلت أيضا الدبابات الإسرائيلية في ذات الحي في حي المنارة، وأدى هذا القصف الإسرائيلي والتوغل إلى استشهاد 16 مواطنا من عائلة الفرة، أيضا غالبيتهم من الأطفال الذين استشهدوا بفعل القصف الإسرائيلي. واليوم تعيد إسرائيل الكرة مرة ثالثة وتستهدف أفراد هذه العائلة ليستشهد منها 4 من المواطنين، سيدتين كما ذكرت وطفلة صغيرة، بالإضافة إلى رجل في 60 من عمره بفعل القصف الإسرائيلي. القصف الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد، بدأت المدفعية الإسرائيلية منذ ساعات الفجر بعمليات قصف على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بدءا من المناطق الشمالية الشرقية القرارة، مرورا بعبسان الكبيرة والصغيرة وخزاعة، وصولا عند منطقة الفخاري في المناطق الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس، قبل أن ينتقل القصف الإسرائيلي إلى مدينة رفح، حيث ما زالت تتعرض هذه المدينة إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في موقع صوفا العسكري شرق مدينة رفح، أو المنطقة الواصلة ما بين مدينتي رفح وخان يونس، وأيضا المنطقة الثانية هي المنطقة الغربية، نتحدث عن منطقة القرية السويدية التي تتمركز بها القوات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية في أقصى نقطة في الجنوب الغربي من محور فيلادلفيا، وتقوم هذه المدفعية والدبابات بإطلاق قذائفها باتجاه منطقة العزبة، دوار العلم، منطقة البردويل، وأيضا منطقة أبو شلوف. وهذا القصف الإسرائيلي المدفعي أصاب منازل لعائلة البردويل، ممما أدى إلى إصابة 7 من المواطنين الذين نقلوا إلى المستشفى الميداني الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر. القصف الإسرائيلي المدفعي كان عنيفا طوال ساعات الليل والفجر وحتى هذه اللحظة
تحديدا على المناطق الواقعة ما بين مدينتي رفح وخان يونس من الناحية الغربية، تحديدا المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة جدا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى منطقة مصبح وخربة العدس وحي الجنينة التي تتعرض على الدوام إلى عمليات قصف مدفعي ومن قبل المسيرات الإسرائيلية. الوضع في جنوب القطاع متصاعد، أعداد الشهداء بازدياد، أعداد الجرحى بازدياد، وأيضا تزداد مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية تدهورا مزيد من التدهور على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتجويع الناس ومنع إدخال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، ليلحق أيضا شماله من حيث المجاعة ونقص المواد الأساسية كالدقيق والخضروات واللحوم والدواجن وحليب الأطفال أيضا، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والطبية هنا في جنوب القطاع، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في المستهلكات والمعدات الطبية. قمعنا إبراهيم، أتحول إلى أيمن أبو شنب من دير البلح. يعني ربما لا يختلف الوضع كثيرا لديك في دير البلح عن خان يونس كمنطقة واحدة في جنوب القطاع، إطلعنا على التفاصيل لديك أيمن. نعم سنار، يعني خلال الساعة الماضية لم نسجل أي غارة جوية إسرائيلية ولم نسمع دوي الانفجارات التي اعتدنا عليها خلال الساعات الماضية في أرجاء وسط قطاع غزة، وبالتالي يكون هنا هدوء مشوب بالحذر، ويشوبه أيضا كثيرا من القلق والتوتر في ظل استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي تقوم بمراقبة كل ما يجول على أرض وسط قطاع غزة، وبإمكانها اغتيال النشطاء الفلسطينيين، وأيضا بإمكانها إعطاء إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف الأماكن التي تود الإغارة عليها. وسبق هذا كله قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف يعني خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح، وأدى ذلك إلى سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. كذلك المدفعية الإسرائيلية أيضا استهدفت خلال الساعات الماضية عدة مناطق في وسط قطاع غزة، سواء في شمال مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، وادي غزة، مدينة أبراج الزهراء، منطقة أرض الدعوة وأرض المفتي، والمناطق الشمالية الغربية منها المخيم، منطقة أبو مهادي وأبو معلم، مدينة أبراج الأسرة، وإطلاق نار من قبل مسيرات إسرائيلية. وأيضا استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج، واستهدفت عدد من منازل المواطنين، وأيضا طائرات مسيرة أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين في تلك المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج. أيضا المدفعية الإسرائيلية استهدفت شرق مخيم المغازي، وقامت بإطلاق قذيفة واحدة باتجاه مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، وأدى ذلك إلى إصابة فلسطيني واحد بجراح، وتم نقله عبر سيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى هنا في مدينة دير البلح. وبالتالي حتى هذه الساعة هدوء مشوب بالحذر في وسط قطاع غزة في ظل استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية. قمعنا أيمن، أتحول إلى محمود أبو سلامة من شمال القطاع، تحديدا من مستشفى المعمداني. يعني المجزرة ما زالت، مجزرة بيت لاهية ما زالت تتردد أصداؤها، وما زال هناك ارتفاع لأعداد الشهداء. تفضل محمود. نعم سنار، لا تختلف مدينة غزة وشمالها عن باقي مناطق جنوب ووسط مدينة غزة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مربع سكنيا في منطقة بيت لاهية، هذه المنطقة التي تتكدس بها أعداد النازحين في شمال قطاع غزة، والتي استهدفت الطائرة الحربية عدد 3 منازل في منطقة بيت لاهية والتي تعود إلى عائلة اللوح. هذه المنازل المأهولة بالسكان في وسط بلدة بيت لاهية، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 20 شهيدا، ولا زال عددا كبيرا من المفقودين تحت ركام هذه المنازل الثلاث في بلدة بيت لاهية، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي من ضرباته على بلدة بيت لاهية، والتي يعني تأوي أعدادا كبيرة في هذه المنازل من النازحين الذين رفضوا فكرة النزوح من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، وتوجهوا غربي شمال مدينة غزة، حيث بلدة
بيت لاهيا، هذه البلدة التي أعلن رئيس بلديتها عن أنها أصبحت وتحولت إلى منطقة منكوبة تماما بفعل المجازر الإسرائيلية اليومية بحق الآمنين والمدنيين في شمال قطاع غزة وفي بلدة بيت لاهيا تحديدا، التي تشهد ليومها الثالث على التوالي مجازرا كبرى تحل بمنازل المواطنين في شمال القطاع. إذا ما تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، 5 أيام بعد 20 من الحصار الإسرائيلي المفروض على شمال قطاع غزة بكل ما فيه، يمنع الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، نتحدث عن شمال بلا مستشفيات، عن جرحى بلا علاج، عن جوع بلا طعام، عن شهداء بلا مقابر، عن شهداء بلا أكفان أيضا في شمال قطاع غزة، أوضاع كارثية خانقة يعيشها المواطنون في شمال قطاع غزة ليومهم 25 على التوالي. أيضا لا تتوقف هذه يعني فقط على الشهداء والجرحى في شمال القطاع، بل هناك أيضا من يعانون من أمراض مزمنة وأمراض يعني مختلفة لا يتلقون العلاج الكامل لهم، وهم ما يدعهم لكي يفارقوا الحياة بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم لهم، وعن مصابين يفقدون الحياة تحت ركام منازلهم وهم يناشدون طواقم وسيارات الإسعاف التي أعدمت بشكل كامل في شمال القطاع. إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة أيضا، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف في مدينة غزة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في منطقة حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، استهدف هذا المنزل بالطيران الحربي الإسرائيلي، وأيضا قامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال عدد 6 شهداء استشهدوا في منطقة السودانية الواقعة في شارع الرشيد شمالي غربي مدينة غزة، حيث استشهدوا بالأمس جراء الاستهدافات الإسرائيلية لأعداد المواطنين التي تكون في المكان مكدسة في انتظار وصول سيارات المساعدات، حيث يتم استهدافهم بشكل يومي وبشكل مباشر عبر شارع الرشيد الواقع غربي مدينة غزة. هذه الأحداث تتوالى رغم استهداف المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف نهائيا من استهداف منازل المواطنين الآمنين في جنوبي مدينة غزة مثل حي الصبرة وحي الزيتون، وأيضا وصولا إلى شمال قطاع غزة حيث تتكتف الضربات المدفعية باتجاه منازل المواطنين هناك في شمال قطاع غزة، وتتوالى أعداد الشهداء وأعداد الجرحى مع كل غارة إسرائيلية يتم استهداف المواطنين بها هنا في مستشفى المعمداني التي بالكاد تقدم الخدمات للمواطنين. شهدنا بالأمس عن أعداد كبيرة من الجرحى، حالة هلع وذعر بين صفوف المواطنين وازدحام كبير في المستشفى بسبب هذه المجازر الإسرائيلية وبسبب الغارات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الآمنين والمواطنين في مدينة غزة وفي شمال غزة تحديدا. هذه صورة الأوضاع إلى هذه اللحظة، أوضاع كارثية، أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطنون في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة. إذن محمود أبو سلمة من مستشفى المعمداني بشمال غزة، شكرا لك. أيمن أبو شنب من دير البلح، إبراهيم قنن من خان يونس، شكرا جزيلا.